عايز اسالك سؤال، مين اكتر واحد اثر فيك في الاول وكان له فضل عليك؟ الله يرحمه الاستاذ احمد زكي. ده نجم النجوم، برنس البرنسات، عالم تاني من النجوم. ازاي كان له فضل عليك؟ ازاي اتأثرت؟ هو فضل ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين الاستاذ احمد زكي كان في اسكندريه بيتفرج على مسرحيه من المسرحيات، وكان هو بيحب يعشق اسكندريه يعني. ففي يوم من الايام جه يتفرج على روايه كنا بنعملها، كان اسمها هو بكام النهارده، كانت اخراج الاستاذ مصطفى الدمرداش الله يمسيه بالخير برضه، ومجموعه كبيره بقى من نجوم مصر والكوميديانات زمان الجميله يعني. فقعد اتفرج وانبسط جدا. في الروايه دي كنت عامل دور مطرب في كباريه، فاللي هو يعني قبل الدنيا ما تبقى دنيا يعني، المشجر والمبقع والحاجات دي كنت انا لابسها وحاطط سلبه هنا عاملها سلسله، كان جو جميل بجد يعني. فالاستاذ اتفرج، الله الله يرحمه، لقيته طاير بيا وكانه شايف يعني حاجه جامده جدا. انا طبعا مش بس هو بالنسبه لي احمد زكي، انا فرحان لوحدي، مبهور بي. انا مبهور، ده انا هربورت فخور. وسلم عليا في اخر العرض وسط النجوم الكبار وبس، وسافر مصر رجع القاهره يعني. وبعد كده لقيت في اوردر جاي لي في الفيلم بتاع الامبراطور. الله. كان اول فيلم سينما بالنسبه لي تقريبا، كان سنه مش فاكر يعني. يعني حاجه و80، حاجه 86. لا ما انت عجوز.